مدربة في رياضة الجيد وصرتي أميرة وحكم وطني في رياضة الجيد. نشرف بحضوركم اليوم على رأسها السيد مزاد رمضان، نشكره بزاف. رانا بالنسبة اليوم الجمعة أنا في تربص مغلق بمعهد أحمد طبان الزهراء. التربص يكون بدا من 12:30، راه في تربص مغلق في أعوان الملاعب. نشرف في هذا جمعة مباركة. جمعة مباركة إن شاء الله. والتربص مغلق قداش؟ عندنا من 19:30 إن شاء الله. يعني أنت راه اليوم راك تمثلين ولاية عين تيمشن؟ إن شاء الله راني نمثلو فيها إن شاء الله تكون مخير. أنا نمثلو ماشي غير ولاية عين تيمشن، ولاية عين تيمشن الوطن كاع تاع الجزائر. شكرا لحضرتك.